رونالدو رونالدو مارسيلو مارسيلو يدخل مارسيلو بنزيما توسطت الكرة كريم رونالدو با 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 ضرب الجزاء مارسيلو بنزيما رونالدو وضرب الجزاء كرة بنزيما الإمام لرونالدو أروع وضرب الجزاء صريحة وصحيحة يصفر حكم المباراة على مارتين مورتويا وعلى فالنسيا ورونالدو في التنفيذ عند الدقيقة 16 من عمر المباراة كريستيانو رونالدو فعل كريستيانو رونالدو سجل هدفه السابع هذا الموسم من ضربة جزاء عند الدقيقة 16 من عمر المباراة هدف يشعل اللقاء وهدف يطمئن الريال وهدف يعيد الثقة لزيدان وهدف يخلينا نشوف مباراة أجمل وأروع مما كانت عليه لحد الآن كانت كلها إثارة نتمنى تصبح جمالا وروعة بعد هذا الهدف الرائع ولا حطها له في الزاوية اليسرى بثقة كبيرة في النفس رونالدو يسجل جول ويريد أن يقول بأنه حاضر وجاهز دوما والريال سيكون في الموعد في هذه المباراة الهامة والمهمة جدا بالنسبة لمستقبل الريال ومستقبل زيدان توني كروس والتوزيع البعيدة تماما من هنالك لكارفاخال الحكم ماذا قال ضربة مرمى أم ضربة جزاء ماذا هنالك عندما شفنا لا ضربة جزاء قال حكم اللقاء كارفاخال في القائمة الثاني احنا بالإعادة صعب نقول ضربة جزاء ام لا عند الدقيقة 38 جول يفعلها كريستيانو بثنائية من ضربة جزاء جول ثاني للرال عند الدقيقة 38 من عمر المباراة انتفاضة كبيرة للريال اليوم ضربتا جزاء هدفان لرونالدو للريال أمام فالنسيا في المستايا في الجولة 21 وأي جولة يا مارتين مونتويا يا مارتين مونتويا تقدير حكم المباراة بأنك أخطأت في هذه الكرة نعم أخطأت يا مونتويا وضربة الجزاء يحتسبها حكم المباراة لصالح كريم بنزيما الذي كان واقفا وجئته من بعيد جول ثاني لزيدان ولرونالدو وللريال تنفذ الركنية سانتيمينا يعيد فالنسيا للمباراة ويسجل هدف الثامن جول لفالنسيا عند الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني فعلها سانتيمينا وفعلها فالنسيا خطأ فادح في دفاع الريال ريال مدريد لا يسجل عليه هدف من ركنية بهذا الشكل ويأتي ولد صغير وقصير في القامة ويسجل جول بالرأس أمام عمالقة في الدفاع يتفرجون عليه شوف العمالقة الموجودين كلهم يأتي ولد صغير سانتيغايا سانتيمينا ويسجل جول هدف أول لفالنسيا يبعث اللقاء من جديد تذكروا ماذا قلت منذ حين بأن هدف واحد يكفي فالنسيا للعودة في المباراة الريال لم يفز بعد وفالنسيا لم يخسر يدخل مازال يتوغل مارسيلو أسينسيو مارسيلو اللعبة رائعة وجول با 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 ثنائية من أروع ما يكون مارسيلو أسينسيو أسينسيو مارسيلو مارسيلو أسينسيو أسينسيو مارسيلو مارسيلو جول ثلاث أهداف مقابل هدف واحد للريال أسينسيو ومارسيلو يقتلان فالنسيا في السبع دقائق الأخيرة من عمر المباراة يقتلان فالنسيا وينقذان زيدان والريال ينقذان زيدان والريال شوف اللعبة خدوات مارسيلو مارسيلو لأسينسيو أسينسيو لمارسيلو مارسيلو لأسينسيو مرة ثانية دخل مارسيلو استلم وسدد صاروخ أرض أرض جول يا سلام على البراعة والدقة والروعة في الأداء وفي التمرير بين الثنائي مارسيلو وأسينسيو أربعة خمس لاعبين أمامهما تمكن مع ذلك مارسيلو من تسجيل هدفه الثاني هذا الموسم الثالث للريال 3-1 في الست دقائق الأخيرة من عمر المباراة هاي اللحظات الحرجة وصلت في السرعة مارسيلو يرجع لي لوك توني كروس رجعت له با 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 جول
الألماني الفنان المبدع يسجل جول. توني كروس حطها في الزاوية اليسرى مسجلا ثالث أهدافه للريال. 4-1 صارت النتيجة لريال مدريد ولزيدان أمام فالنسيا في المستايا. لعبة أخرى من أروع ما يكون من صناعة مارسيلو من هناك على الجهة اليسرى، توغل مرر واستلم ثم مررها مرة ثانية. ثنائية من توني كروس المبدع والرائع، الممرر الأفضل في العالم، يسدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس وجول. لوكاس فاسكيس لمارسيلو، مارسيلو دخول رائع لتوني كروس، استند على كوفاسيتش وحطها في الزاوية البعيدة اليسرى. يا كوفاسيتش كنت فنان في هذه التمريرة لتوني كروس. 4-1 انقلبت الموازين في وقت كان فالنسيا قريب من التعديل. ريال مدريد يسجل الثالث والرابع ويلعب مباراة كبيرة اليوم، كبيرة ليس فقط من الناحية الفنية والتكتيكية، ولكن كبيرة أيضا من الناحية الذهنية والنفسية والعصبية.